إذا إحنا فعلياً بدنا نقلل من كمية الدهون الضارة أو الدهون المشبعة اللي إحنا عم ناخدها باليوم، بدكم تتأكدوا إنه إحنا مو لازم نلغيها أبداً من يومنا. فنفرض الشخص عم بياخد 2000 سعرة حرارية باليوم، بدكم تتأكدوا إنه عم ناخد 7% منهم من الدهون المشبعة اللي هم بيطلعوا توتل 140 سعرة حرارية. هدول إحنا كيف نقدر نسيطر عليهم؟ بتقليلنا من كمية الجنك فود أو الوجبات السريعة اللي إحنا عم ناخدها خلال اليوم، بنفس الوقت نتأكد إنه عم نزيد من أكل الفواكه والخضار للألياف عشان نقدر يروح هذه الدهون بنفس الوقت بعملية الهضم اللي عم بتصير معانا بالجسم. خلينا نحكي لكم شوي الفرق بين نسبة الدهون اللي احنا بناخدها بالميزان والدهنيات اللي احنا عم ناخدها بالمختبر. إذا احنا رحنا على المختبر وشيكنا نسبة الدهنيات، عم نشيك الدهون الثلاثية، عم نشيك الكوليسترول، وعم نشيك الفات الضار والفات النافع اللي هم الـ LDL والـ HDL. الـ HDL لازم يكون أقل إشي 35 وأعلى، الـ LDL لازم يكون أكتر إشي 130، والكوليسترول لازم يكون ماكسيمم 200 عشان نتأكد إنه إحنا جسمنا عم بيكون طبيعي وما يصير في عنا تكبتلات وتكلسات موجودة داخل الشرايين للجلطات. أما إذا بدنا نحكي عن الدهون اللي موجودة بالميزان، هذه أبداً ما بتعكس نسبة الدهنيات اللي موجودة بالجسم. بس بدكم تنتبهوا كتير منيح إنه إحنا كل ما زاد وزننا كل ما زادت احتمالية إصابتنا بالأمراض لقدام، سواء كان في عنا زيادة نسبة الكوليسترول أو السمنة الزايدة أو زيادة منطقة الدهون اللي موجودة حوالين البطن. أكثر إشي بنسمعه من الناس: مجد أنا كسمي عجبني، بس الإشي الوحيد اللي مش عجبني الكرش الصغير أو العجل اللي موجود على جنب، كيف بنقدر إحنا نتخلص منه؟ بدكم تتأكدوا إنكم عم بتقللوا من الأكلات اللي فيها نسبة دهون عالية جدا عشان نقدر ننزل من منطقة الكرش وإحنا مرتاحين. من الاشياء اللي لازم تركزوا عليها بالاكل زيت الزيتون، زيت جوز الهند، بدكم تاكدوا انه زبده الفول السوداني او البينوت باتر من الاشياء اللي كثير منيحه، المكسرات الجوز واللوز، البقوليات كثير منيحه، وبنفس الوقت بدكم تاكلوا من الاسماك المفيده خصوصا السالمون والسردين. اما الاشياء لازم تبعدوا عنها، بدكم تبعدوا عن جونك فود، بدكم تبعدوا عن المقالي، وبدكم تبعدوا عن العصائر اللي فيها كميه سكريات عاليه جدا. خلينا نحكي عن اولادنا الصغار او الجيل الصغير اللي عم بيطلع كلابيز، واحنا مبسوطين على خدودهم ويو بتفغصوا واحنا مبسوطين. بس الفكره الاساسيه، هذا مش معناته ابدا اذا احنا ابننا عنده وزن زايد معناها عنده كوليسترول، وهذا مش معناته انه احنا نرتاح وما نخاف، لانه زياده الوزن حتسبب في عنا امراض كثير كبيره، وارتفاع الكوليسترول والدهنيات بالجسم حيبلش معاه على عمر اصغر. مشان هيك لازم نسيطر على وزنه، نتاكد انه هو عم بيمشي على نمط غذائي معين بدون ما نحرمه، ونوصل للمرحله الصحيه له عشان على كبر ما يقلب لا أمراض وارتفاع بالدهنيات والكوليسترول. العمر الوسط اللي احنا لازم نتاكد ان هم عم بيعملوه، انه اذا هم صار عندهم ارتفاع بنسبه الكوليسترول والدهنيات، نتاكد انه عم نغير نمطنا الغذائي لطريقه صحيه اكثر، نمشي على دايت معين، نمشي برا بالشارع او نسجل رياضه، نقطع الدخان اذا كنا عم ندخن، هيك بنقدر نسيطر على الدهنيات بدون ما نضطر ناخذ دواء. النصيحة اللي بقدر أعطيكم إياها: خلي إرادتكم قوية، تأكدوا إنه إذا إجى التغيير من داخلكم هو أحسن طريقة إنه إحنا نقدر نسيطر على حياتنا، نسيطر على صحتنا، ونخفف من كمية الأدوية اللي إحنا قاعدين عم ناخذها.